في إقليم أزجر قديمة لدى الطوارق الواقع بين دولتي ليبيا والجزائر حاليا، بنيت مدينة أجرم كما يسميها الطوارق تحت جبال كوكمن. اختلفت الروايات حول تسميتها، فمن الناس من قال أنها من الغيث، أي أنها تغيث المسافر في الصحراء وتؤمن له الزاد والماء، ومنهم من قال أنها مسماة على اسم ولي صالح هو غوث. وبحسب الروايات كان يسكن المدينة، وعندما مات سميت المدينة باسمه، والتسمية الثانية هي الأرجح لدى سكان غات. كما نشبت الحرب بين قبائل غات مكمزا ومملكة تنهست وإن غيان، أشار سلطان تنالكم إليهم أنهم يبنوا غات على قلعة كوكمن، فاتجهوا قبيلتي إنغيان وإمكمزن وبنوا غات على قرية على جبل كوكمن، وأطلق عليه حيل البرس. قبيل 1000 سنة حين بنيت مدينة غات وتعرف بالمدينة القديمة في وقتنا الحالي، سكنتها قبيلتين ترقيتين، ومن بعدها سكنها العرب والأغدمسية والحداد والأنصار. أما بقية الطوارق كانوا من البدو الرحل يتنقلون من واد لآخر داخل إقليم أزجر، وكانت غات تحت حكم قبيلة أوراغن التي كانت تحكم الإقليم كاملا. منطقة غات منطقة كلها يحكموها اللي هم السلاطين، هم الطوارق من أوراغن، هم اللي حكموا غات كحكم خارجي اللي هو حوالين غات ليحافظوا بالأمن ويحافظوا بالمراعي والأماكن كذا. الحاكم غات طبعا في مدينة غات. في وقتنا الحاضر تطلق تسمية مدينة غات على مناطق ممتدة على 120 كيلومترا من العوينات إلى تهالى والفيوت وغات المركز والبركت وإيسن. لم تعد التسمية محصورة في أجرم المدينة القديمة حاليا.